هي دي الفلوس. مفيش جروب بتاع مودلز الا وبعت عليه صور. ايه يا تمارا ده؟ ايه اللي انت بتعمليه؟ تجيبي بنات تشتغل وتاخدي الاسبانيا. انت بقى تمارا اللي قلبت الدنيا. يطلب مني بقى صور عريانة وحاجة قرف. كان لازم تتجري أكتر معهم وتبقى براحتك في اللايف. وجسمك كمان حلو. إيه المشكلة؟ ده لانج. الطريق ده أخرته وحشة. بس بيقولوا يعني طالبين موزعات. ممكن تعرفني تفاصيل الشغل؟ هو انا هلبس ده؟ بصورك كات فيس. ده شغل يا ماما، عارفه يعني ايه شغل؟ انا اللي في مصيبه. 15 يوما على ذمه التحقيق. بقيت بروفيشنال جدا.